Ellison syndrome is endocrine tumor that refers that carcinoid tumor is arises from neuroendocrine organ. إذا شنو معنى الزولينجر؟ الزولينجر هو عبارة عن تيومر أو مرض نيوبلاجيا راح يصير الخلايا اللي يصير بيها النيرو اندوكران. يعني شنو؟ يعني الخلايا اللي مرتبطة بالأعصاب حتى تؤدي وظيفة الاندوكران، مثل من عندنا الخلايا اللي تفرز الجاستري. نيرو اندوكران differentiated of gastrointestinal epithelia like GCL is associated with endocrine hyperplasia, chronic atrophic gastritis marked by hypersecretion of gastrin. Usually it is origin of gastrin producing tumor which is associated with pancreatic iced cell lesion and hypersecretion of gastric acid and severe peptic ulceration. احنا مثل ما نعرف انه جي سيل ايش تفرز لنا؟ تفرز لنا الجاسترين. الجاسترين هذا راح ايش يحفز لك؟ راح يحفز لك انتاج ال سي ال ويحفز انتاج البيبسين، مو صحيح؟ دول اثنيناتهم هم لهم عمل انه يهضمون البروتينات، فمن يزداد افراز هاي البيبسين وال سي ال هذا ايش راح يؤدي لي؟ راح يؤدي لي الى حدوث ألسر. لذلك اللي عنده زولينجر سيندروم دائما شو يكون مصاب؟ يكون مصاب بالكرونيك اتروفيك جاسترايتس، اي التهاب المعده اللي يكون اتروفي، يعني وكانما المعده راح تصغر تاكل نفس. نجي على الكلينيكال ساينس للزولينجر سيندروم. بيشين از كلاسيفايد بريزنت وذ مالتيبل دودينال السر اند كرونيك دياريا اند الليفيتد جاسترين ليفل marked by up to five-fold and increased gastric partial as well as more modest increase in mucus neck from gastric endocrine cell. إذا البارشيال أو العلامات السريرية للمريض اللي عنده زولينجر هو أولا دائما يصير عنده قرحة سواء كانت بالمعدة بالدودينال، دائما يكون عنده كرونيك دياريا، دائما من اجي افحص الكاسيرولوجي اجي افحص راح الاقي مستوى الجاسترين كلش عالي، الميوكس ايضا راح يصير بيها تضخم الميوكس نيكسيل، وهذا كلها مميزات للزولينجر ديزيز. هو الريتابل وول سيندروم is characterized by chronic replacing abdominal pain bloating that change in bowel habit including diarrhea and constipation. The pathogenesis is poorly defined as involved of psychological stressor, diet, abnormal gastrointestinal motility. إذا المرض الآخر هو اللي اسميه irritable bowel syndrome أو عدم انتظام حركة الgastrointestinal، يتميز بأنه تكون chronic. أهم مميزاته هو أولا الabdominal pain، الألم بالبطن، البلوتينج الانتفاخ دائما. نشوف البيشنت مال هاي الحاله دائما اما عنده اسهال او عنده امساك. شنو سببها او شنو انه سببها يعني بالضبط ما مشخص. بعض الاحيان يقولون هو عباره عن مرض سترس، انه المريض ما يتعرض للسترس، انه الشخص هي هاي انه يصير عنده الم انتفاخ كله بسبب، مرات نقول بسبب سترس، مرات نقول لا بسبب دايت، يعني مثلا خصة يقول لك البقوليات هي يسبب هاي الاعراض. بعض العلماء لا يصنفوها انه هي لا هي انه عدم انتظام حركه الدايجستيف ككل. This bit is very rare syndrome is and grossly or microscope. This is abnormality are founded in surgery patient. انه على الرغم انه هاي الاشخاص اللي عندهم هذا احنا نسميه احنا الريتابل بول سيندروم، من تجي تاخذ من عنده ميكروسكوبيك او نجي ناخذ من عنده خزعه من البول او فالتغيرات مرضيه واضحه، يعني اشوف التشو كله نورمال تمام، لكن اغلب الاحيان نجد انه هاي التغيرات راح تحدث عند المرضى اللي يتعرضون ل قص المعده، دائما تحدث عندهم تغيرات تؤدي الى حدوث الريتابل بول سيندروم. المرض الآخر هو الانفلاميشن بول ديزيز
is a chronic condition result of a proprietary mucosal immune activation. It is comprised two disorder. إذن عندي مجموعة من الأمراض أسميها inflammation or inflammatory bowel disease. الـ inflammatory bowel disease هو عبارة عن أمراض تكون chronic. هاي الأمراض الـ chronic دائما سببها هو أنه يصير activation للـ mucus or immune activation للـ mucosal اللي موجودة في البول. نرجع للأمراض اللي هي اللي صنفناها على أنه inflammatory bowel disease. عندي مرضين هو الـ ulcerative colitis والـ Crohn disease. هنس نجي نشوف شنو الـ ulcerative colitis. It's severe ulcerating inflammation exciting in the mucosa and submucosa and limited to be colon and rectum. إذن هو عبارة عن التهاب. قلنا اثنيناتهم سببهن immune activation. اثنيناتهم سببهن مناعي. الكوليتس أو الالسريتيف كوليتس دائما يكون هذا المواقع اللي يكون الحدوث مالته هو القولون والريكتم. يعني ما يحدث بقية أجزاء الجاستريك انتستاينال تراكت. أماكن حدوثها فقط بالقولون والريكتم. زين. شنو سببه؟ إنه حيصير عندنا انفلاميشن بالميكوزا والصب الميكوزا للقولون والريكتم. نجي الكورون ديزيز is called by regional typical transmural inflammation occur in anywhere in gastrointestinal tract. إذن الكورون ديزيز يختلف عن الالسريتيف كوليتس إنه يحدث بكل أماكن الجاسترو انتستينال تراكت. شو يكون؟ يكون ترانسميورال انفلاميشن. يعني شنو؟ كل طبقات البول أو كل طبقات الجاسترو انتستينال تراكت يكون بها انفلاميشن. لكن شو يكون؟ فقط بالميوكوزا. وراح نسوي عنا مقارنة أو نسوي كومباراتيف بشكل تفصيلي أكثر. نجي هسه على المقارنة بين Crohn's disease and ulcerative colitis. نجي اولا ناخذ فقرة فقرة. ناخذ ببداية macroscopic. macroscopic شو معناه؟ معناه grossly. انا من اجي افحص المريض واخذ الـ يعني بعد التشريح من اجي اخذ العينة مالته اشوف grossly، يعني ايش اشوف بعيني الاورجن ككل. نجي للكورون ديزيز، شرح الاحظ البول ريجين او المناطق اللي ينصاب بهذا المرض هم الاليوم اند كولون. اما الالسريتيف هو كولون اونلي. الديستريبيوشن الانتشار مالته دائما شي يكون سكايب ليجين. في حاله الكورون ديزيز هناك شي يكون ديفيوجن، منتشر بشكل اكثر. الستراكتر انه هل راح يسبب لي اعاقه في حركه المواد داخل البول او ما يسبب. بالكورون راح تكون اكو ستراكتشر، اما بالالسريتيف كولايتس راح تكون رير. الوول ابييرنس او الحجم الاورجن راح نشوفه بالكورون ديزيز راح يكون ثيكنينج، اما بالالسريتيف راح يكون ثين. نجي على الميكروسكوبيك او التغيرات اللي نشوفها بالميكروسكوب. اولا الانفلاميشن هنا راح نشوف قلنا بالكورونا راح نشوف ترانسميورال، يعني كل طبقات الدايجستيف نشوف بها تغيرات. اما بالالسريتيف كولون راح نشوف بس بالميوكوزا. السيدو بولي بولابس راح نشوف هنا عندنا مودريت. شنو السيدو بولابس؟ هو البروجكت اللي يطلع من السكار تيشو. يعني ليش سميناها سيدو برولابس؟ انه هي نتوءات كاذبه اللي تطلع من السكار تيشو. هنا راح نشوف بالكورون مودريت. اما بالالسريتيف كولايتس راح نشوف انه ماركت، اي انه من علامات الالسريتيف كولايتس. يعني من اجي افحص عينه واشوف هاي البروجكت واضحه، هاي من علامات الالسريتيف كولايتس. الالسر في حالة الكورون راح تكون deep and knife-like، يعني تكون حادة، تمام واضح. أما في حالة الالتراتيف كولايتس راح يكون superficial and broad-based، إنه تكون الجرح يكون سطحي، تمام، أو الالتراتيف مالته تكون سطحية. نجي على اللمفويد رياكشن. بحالة الكورون هو marked in Crohn's disease، بس بالالتراتيف تكون moderate.
الفايبروسيس او تكون الالياف او الالسر، او الالسر تتحول الى فايبروسيس من المارك للكورون ديزيز، بينما هناك تكون مايلد اور دون. السيتوسيس هنا يكون عندنا مارك، هنا يكون عندنا ايضا نون اور مود اور مايلد. الجرانيولوما بالكورون تتكون الجرانيولوما، بالالسراتيف ما راح تتكون الجرانيولوما. فاستولا شنو؟ بالكرون ديزيز بما انه يكون ديب، فاذا اكيد راح يكون عندنا فاستولا فيس، اما بالالسراتيف فتكون نون. بيرينال فاستولا قلنا بالكورون راح تكون يس، هناك تكون نو، نفس اللي حكيناه بالميكروسكوبيك. الفات فيتامين مال ابزوربشن هنا راح تكون يس، انه ما راح تتصل الفيتامينات والفات، هنا تكون نو ما راح تتاثر. الريكورنس افتر سيرجري انه هل ترجع الحاله بعد السيرجري، بعد ما اسوي عمليه جراحيه واستأصل هاي الليجن او استأصل هاي الافه اللي صارت، هل راح ترجع الاعراض؟ هنا تكون كومن انه راح ترجع للبيشنت، بينما بالالسرتيف كوليتس راح تكون نادرا ما ترجع. التوكسيك ميكاجيليا كولون انه يتحول الى تضخم، بالكرون تكون نون، اما في حاله الالسراتيف شو تكون؟ تكون يس، يعني دائما يتحول الى حدوث التضخم بالجدار مال القولون. نجي على تعريف العلمي للدياريا. العلمي للدياريا هو is defined increase in stool mass frequency or fluidity usually is exceed 200 gram in day. Severe case can be fatal without fluid restriction. Painful, bloody, small volume diarrhea is called dysentery. إذن شنو أعرف الدياريا؟ هو من يكون الستول ماس تزيد عن 200 غرام في اليوم. الدياريا أو الكومبليكيشن مال الدياريا قد يؤدي إلى الوفاة والجفاف إذا ما كان عندي تعويض للسوائل اللي فقدها البيشنت. الدياريا إذا صاحبها ألم خروج دم على الستول، هذا شو راح أسميه ديزين. الهيباتايتس الكوسز مالته هو الفيروسز، الكحول، دراج، اوتوميون ديزيز. اذا اسباب التهاب الكبد عندنا اربعه اسباب: الفيروسيه، التناول الكحول، الدراجات، بعض الادراجات اللي يصير لها توكسيسيتي على الليفر، والاوتوميون ديزيز. نجي على الفيرال هيباتايتس. الفيرال هيباتايتس از انفلاميشن اوف هيباتوسايت باي برايمري فيرال انفكشن. نجي على الهيباتوتروبيك فيروس. Hepatitis can caused by C virus, D virus, A virus, B virus and E virus. إذن كم نوع عندنا؟ خمسة. خمس أنواع للفيروسات اللي تصيب لي الكبد. Non-hepatotropic virus اللي هي الهربيز simplex and cytomegalovirus virus. تمام؟ نجي على أهم نوع من أنواع الهيباتيتس أو أهم مسبب من أسباب الهيباتيتس هو فيروس A. Is a chronic causes of varied hepatitis in children and young adults. Self-limited disease transmitted by oral routes. إذا ينتقل عن طريق oral. الستول، الدايت. Incubation period from 15 to 40 days. Non-carrier state in chronic hepatitis is very rarely causes the fluminense. أكثر الأشخاص عرضة لهذا المرض هم الأشخاص اليونغ والتشيلدرين. طريقة انتقاله عن طريق الفم. الفترة الحضانة للشخص اللي يصاب به من 15 إلى 40 يوم. الشخص بعد الشفاء ما يصبح كارير لهذا الفيروس. من يصير له شفاء هاي ينتهي من جسم. الهيباتيتس بي is affected any age. Hepatitis B can be produced acute hepatitis with recovery of the virus. Non-progressive chronic hepatitis. Progressive chronic is ending to cirrhosis. Flammatory hepatitis is massive necrosis. Symptomatic is carrier state transmitted by parental route, blood transfusion, mother to baby transmission, and hemodialysis and organ is transplant, and incubation period from
50 to 108. الفيروس هيباتيتس فيروس تايب بي الايج اللي يصاب بيهم هو اني ايج. دائما الهيباتيتس بي قد يتطور الى اكيوت هيباتيتس يعني التهاب الكبد الحاد، ما يتحول الى بروجريسيف، لكن في حالات نادره يتحول الى بروجريسيف. بس اذا تحول الى بروجريسيف راح يصير سيروسز ليفر. واحنا شو معنى السيروسز ليفر؟ السيروسز ليفر انه يتحول لنسيج الكبد من بارينكايمال تشو الى ان بارينكايمال تشو، يتحول الى نسيج غير وظيفي. تمام زين. الفلامينت هيباتيتس راح يتحول الى نيكروسيس او بقع من النيكروسيس. دائما الاشخاص اللي ما عليهم اعراض او وكانما تشافى من فيروس بي يكون حامل لهذا الفيروس. طرق انتقاله اما عن طريق الدم، يعني انا اجي ابره ملوثه شخص به هيباتيتس بي ضرب بهاي الابره واجي اضرب شخص ثاني راح انقل الفيروس اليه، عن طريق الدم انه انقل الدم من شخص مصاب الى شخص غير مصاب. الام قد تصيب الجنين مالتها بالهيباتيتس بي. الاشخاص اللي اخليهم على الدايلسيس او الهيموداياليسيس ده خاصه اللي عندهم عجز كلوي، الاجهزه مالت الغسيل الكلوي دائما تكون ينقل الفيروس من الاشخاص المصابه الى الاشخاص الغير مصابه. ايضا اللي الاورجن ترانسبلانت انه الشخص انقل عضو من شخص الى اخر، قد يكون هذا الشخص المصاب اذا كان شخص مصاب راح ينقله في الشخص السليم. فتره الحضانه لهذا الفيروس هو من 50 الى 180 يوم. فيروس دي or hepatitis D virus delta agent is defected of RNA virus. For that is needed to HP virus for replication. إذا هذا فيروس أسميه delta agent. إنه شنو معناه؟ إنه فيروس يكون غير نشط إلا بوجود فيروس B. تمام؟ يعني فيروس D دائما يصاحب فيروس. شو وقت ما اجى الفيروس بي، شو وقت ما انصاب الشخص بالفيروس بي تلقائيا راح ينصاب بالفيروس دي. الفيروس دي دائما يكون مكمل، وحده ما يقدر يسوي هيباتايت، لان الدي ان اي اللي موجود داخله هو ار ان اي فيروس. شو يحتاج؟ يحتاج فيروس بي حتى ينشطه، حتى يقدر يسوي له تكاثر. تمام؟ زين. الترانسميتد مالته مشابهه لطريقه اللي ترانسميتد للفيروس بي. الباترن اوف انفكشن ايضا مشابهه للفيروس بي. دائما هو يكون كو انفكشن، اي انه يكون الشخص يصاب بفيروس بي ودي سوية ان سيمي تايم، اور سوبر انفكشن يعني شخص بي بعد ذلك كسوبر انفكشن اجا فيروس دي. واضح فيروس دي؟ اذا هو تابع الفيروس بي دائما يكون. هيباتيتس سي فيروس. Hepatitis C virus is parenteral route of infection. إذن شنو طريقة انتقال الفيروس C؟ هو عن طريقة الحقن. إنه مثل ما ساعه ما حكينا بالفيروس B، إنه شخص مصاب وأجي أنقله أو دم شخص مصاب أجي أنقل هذا الدم، أو إبرة استخدمتها الشخص مصاب وبعدين أرجع أستخدمها الشخص سليم. انقل دم من شخص مصاب الى شخص سليم. اذا طريقه الانتقال هو parenteral route of infection. الهيباتيتس سي. الاوتكم اوف انفكشن از باي اكيوت هيباتيتس اند كرونيك هيباتيتس ذات كوز سيروسس ديفلوب تو 20% اوف كرونيك انفكشن كان بريزنت اوف ذا تايم اوف دايجنوسيس. اذا 20% من حالات الكرونيك هيباتيتس اللي يسببها فيروس سي، ف 20% من هاي الحالات يكونون يتحول الليفر مالتهم الى سيروسس ليفر. شدة السيروسز اللي يصير بالليفر تعتمد على الفترة اللي شخصوا بها هذا يبقى يبقى المريض أو يبقى البيشنت كارير ستيت، يعني يبقى مدى الحياة هو كارير ستيت، شخص ناقل لفيروس سي. نجي على الهيباتيتس إي فيروس. is transmitted by oral route. outcome mild to acute hepatitis. no chronic liver disease. characteristic figure by infection with Hepatitis E virus is high mortality rate among pregnant women. Hepatitis B, C, D have potential to cause the chronic disease. إذا هسه أحسن واحد بيهم أو أقل فيروسات وطأة بيهم هو فيروس E وفيروس A.
دول يعتبرون المورتاليتي مالهم قليلة، ويكونون أخف وطأة من بقية الفيروسات، لأن شنو ما يتحولون إلى كرونيك انفكشن. تمام، خاصة فيروس المورتاليتي مالته أو أنه يقتل المورتاليتي ريت شنو معناه، انه هل هذا الفيروس قاتل او لا، ما يظهر راسا عند اللي يصير عنده هيباتايتس، ما يظهر راسا يصير وجهه اصفر او ينتشر البيلروبين بعينه وجسمه، ياخذ لك 3 ايام يلا ينتشر انه الشخص عنده هيباتايتس. والسيرولوجي تيست، السيرولوجي تيست انه اخذ عينه الدم من الشخص واشوف مستوى الاي اس تي والاي ال تي، هذول اللي احنا اللي نسميهم تعبيرنا الدارج الجي بي تي والجي او تي، هذول راح يكون مرتفعين، هذا دلاله على انه اكو هيباتوسايت انجري. اكيوت هيباتايتس لايك ذا جوندس اور وذاوت، دائما الاكيوت، الاكيوت يعني اصابه الكبد الحاده، فما راح ما يلحق البيلروبين هنا ينتشر، لذلك دائما الاكيوت اما يكون مصاحبه جوندكس او وذاوت. فلامينانت هيباتايتس از ماسيف تو سب ماسيف تو ماسيف هيباتايتس نكروسيس وذ اكيوت ليفر فيلر. اذا اشد انواع الهيباتايتس انه يكون يعتمد على حجم السيل اللي صار بيها انجري او حجم السيل اللي صار بيها نكروسيس، على حسب الحجم مالته راح يؤدي الى حدوث ليفر فيلر اور نوتس. كرونيك هيباتايتس with or without progressive cirrhosis، اذا الكرونيك هيباتايتس قد يؤدي الى حدوث سيروسيس اور نوت. لذلك من الساعه قلت لكم 20% من حالات البي فيروس تكون تحول الى سيروسيس. كارير ستيت از سيمبتوماتيك وذاوت اور كرونيك، دائما الكرونيك كارير معناه انه الشخص، معناه انه الشخص حامل للمرض او حامل للمرض لكن ما تظهر عليه حالات. اذا اغلب الكرونيك ستيت او اغلب الحالات الكرونيك يكون الشخص حامل لهذا الفيروس لكن بدون اعراض عليه. The most severe clinical consequence of liver disease is hepatic failure is may be result from sudden or massive liver destruction. Inflammation, hepatitis or B result of a progressive damage to the liver. They occur in alcohol cirrhosis. 80 to 90% of hepatic functional capacity must be lost before liver failure. Before liver failure. In many cases that progressive decompensated effect of the disease are hastened by gastrointestinal bleeding, systemic infection, electrolyte disturbance, or superimposed disease such as heart failure. Failure هو أنه شنو أقصد بالليفر فيلر؟ هو حالة أنه أو تابع لحدوث ليفر ديزيز. إذا صار عندي ديزيز بالليفر راح يؤدي لي إلى حدوث ليفر فيلر. شنو معنى ديزيز؟ يعني صار عندي أمانة كروسيز هيباتايتس، ادي بروجريسيف دامج للليفر تشو، الاعراض مال الليفر فيلر مالت الليفر او حجم الضرر اللي يصير من 90 ل 80% من حجم الليفر يصير بيه ضرر، يلا راح تبين اعراض الليفر فيلر. تمام، يعني 90% او 80% من حجم نسيج الليفر يصير بيه دامج، يلا يظهر ادي الليفر فيلر اللي تؤدي لي الى حدوث الليفر فيلر. اما عندي gastrointestinal bleeding، انه عندي امراض بالجاسترونتستينال تسبب لي بليدنج ويصير عندي ديزنتري، هذا يؤدي لي الى حدوث الليفر فيلر. او عندي سيستميك انفكشن سبتسيميا نسميها، البكتيريا تنتشر لكل اجزاء الجسم وبالتالي راح يصير لي سيستميك انفكشن ويؤدي لي الى الليفر فيلر. او يصير عندي الكترولايت ديستربنس، انه هاي الخربطه اللي تصير بالالكترولايت ايضا راح تاثر لي على الليفر وتؤدي الى الليفر فيلر. ايضا في بعض الاحيان الهارت فيلر دائما ينتج عنه ليفر فيلر. واضح هنا كلينيكال مانيفيستيشن او الاعراض اللي عنده ليفر فيلر. فيتر هيباتاتيك هيباتس referred to characterized by musty smile result of metabolic byproduct that intestinal bacteria. انه الرائحه مالت البيشنت راح شو تكون؟ راح تكون يسموها فيترو هيباتيكاس
ليش شنو سببها؟ لأنه أغلب المواد الغذائية راح تهضمها البكتيريا داخل الانتستين، الليفر راح يكون معطل عمله. احنا مثل ما نعرف أغلب الميتابوليزم يصير بالليفر، بما أنه الليفر عمل عاطل، فإذا أغلب المواد منه راح يهضمها؟ راح البكتيريا اللي موجودة داخل الأمعاء تهضمها، فلذلك تعطيني هاي الرائحة الفيترو هيبيتيكاس سمايل. الليفر دائما الاشخاص اللي عندهم ليفر فيلر يصير هيماتولوجيك ديس اوردر. الفوليك اسيد يستخدم في صناعه الهيموغلوبين، وين يصير الميتابوليزم؟ هو بالليفر، لذلك راح يصير عندي الميجوبلاستيك انيميا، اضافه الى انه حيصير عندي تشينج بالليبيد كومبوزيشن اوف ريد بلاد سيلز ممبرين، وبالتالي يصير هيموليسيس، لان احنا يصير عندنا ثرومبوسيتوبينيا تنخفض معدل البليتلت، كواجولاتيف ديفكت، اغلب عمليه الثرومبوسيس او كواجولاتيف فاكتور وين منو ينتج البروتين هذا؟ الليفر. لذلك راح اشوف خلل في الكواجولاتيف ديفكت، اضافه الى الليكوبينيا. نجي عندنا الاندوكراين ديس اوردر، يعني الليفر فيلر راح يسبب لي اندوكراين ديس اوردر. احنا نعرف انه معظم الهرمونات لازم سترويد particular disturbance of gonadal 6 hormone function is common combined by cirrhosis and liver failure. Women may be menstrual irregular، يعني الومن اللي عندها liver failure راح يصير عندها المنسترال سايكل تكون irregular، losses of libido and sterility، قابلية الخصاب تكون قليلة عندها. زين البنبن شو راح تكون؟ راح التستيرون راح يرتفع عند الليفر فيلر، هذا راح يؤدي لي الى حدوث اتروفي بالتيستس، قل الرغبه الجنسيه مالته، لوسس اوف ليبيدو، ايضا راح يؤدي لي الى جينوستاجيا، انه حدوث خلل في عمليات تكوين السبيرم بالنسبه للمن. نجي على الديكريز الدستيرون، احنا مثل ما نعرف الالدستيرون من ضمن السترويد هرمون، السترويد هرمون اغلبها يصير لها ميتابوليزم وين؟ يصير لها ميتابوليزم بالليفر. اذا هسه قلنا الالدستيرون ديكريز الالدستيرون ميتابوليزم بيبي كونتريبيوتد تو ووتر اند سالت ريتينشن باي ذا كيدني along that of serum potassium resulting of increased elimination of potassium. سكين ديس اوردر، الأشخاص اللي عندهم liver failure دائما عند skin disorder. Liver failure begin of numerous of skin disorder that lesion killed of spider nerve or vesicular spider or spider telangia. This type of telangia is a swelling of blood vessels found slightly beneath the skin surface. Often contain central red spot and reddish extension that radiation of a spider. It is seen often by upper half of the body. إذا دائما الأشخاص اللي يصاب بالليفر فيلر يصير عنده ظاهرة السبايدر فين أو السبايدر تريجيس. شنو السبايدر تريجيس؟ إنه الأوعية الدموية تكون منتفخة، الأوعية الدموية اللي تحت الجلد تكون بارزة وتكون جدا رقيقة، الوول مالها جدا رقيق وتكون بارزة على سطح السكين سيرفيس، لذلك تكون شكلها يشبه شكل خيوط العنكبوت، لذلك انطوها هاي السبايدر او الفازيكولار سبايدر. هاي السبايدر فازيكولار تكون جدا قليلة، لذلك دائما يصير لها الهيموليسيس او ينحل الدم الانسجة المحيطة ويؤدي الى حدوث بقع نزفية. Clapping of the finger may be seen in a pupil with cirrhosis and jaundice usually is late manifestation of liver failure. إذن الكلابينج انحراف الأصابع مع المريض الليفر فيلر شو تكون؟ تكون كلابينج مضخمة، تمام؟ إضافة إلى أنه الجاندكس يظهر عند الأشخاص اللي صار عندهم ليفر فيلر وقد تكون بالمراحل الأخيرة. عندي بعد اكو ما يحدث بالهيباتورينال سيندروم. هيباتورينال سيندروم is referred to functional renal failure sometime during terminal stage of liver failure when is non-functional causes renal exit. اذا بعض الاحيان
ما ينتج عن الليفر فيلر هو الرينال فيلر. ودائما بالمراحل الأخيرة من الليفر فيلر في حال عدم تأثر الرينال بأي مسبب راح يؤدي لها إلى حدوث رينال فيلر. هيباتيك انسيفيلوباثي، ان دائما اللي قلنا احنا من ضمن انه العلامات انه الهيباتيك انه يزداد بالروبين، وهيك قلنا. اذا سنترال نيرف سيستم ذات مانيفيستيتد باي ليفر فيلر از كاركترايزد باي نيورال ديستربنس الايجنج فور لاك اوف مانيتال الترنس كونفيوجن كوما كونفيلشن اند ديب كوما. اذا هاي كلها اعراض الليفر فيلر بالنسبه للنيرف سيستم. نجي على الباثوجينيسيس ذات ليفر انيبل تو كونفيرت امونيا تو يوريا، امونيا موف دايركتلي تو جنرال سيركوليشن فروم ذات سيريبرال سيركوليشن. هيباتيك انسيفالوباثي بيكم از وور افتر لارج بروتين ميل اور جاسترو انتستينال تراكت بليدنج. Necrotic and triglycerides of poorly metabolism of by the liver that administered that the drug may be cause central nerve system depression and participate in hepatoencephalopathy. الأمونيا واليوريا قلنا هنا من ضمان التوكسيك سبستانس. هاي التوكسيك سبستانس راح تزداد كميتها. الأمونيا واليوريا وين يصير لها ميتابوليزم؟ بالليفر، فلذلك راح تقل الميتابوليزم مالتها، فراح تزداد نسبتها بالدم. من يزداد نسبتها بالدم راح تؤدي الى الانسيفالوباثي، اللي خاصة بعد وجبة غنية بالبروتين. اضافة الى انه في حالة الليفر فيلر راح الناركوتيك والترانكولايزر دراج راح يقل الميتابوليزم مالتهم، لانه يصير الميتابوليزم وين؟ بالليفر، وبالتالي راح تزداد اعراض الانسيفالوباثي. كوليسترول ستون يوجوالي solidly oval. اذا الجول ستون راح اقسمه على ثلاث انواع. تذكرون اليورينري ستون قسمناها ثلاث انواع، قلنا حسب انواع المكونات، مو هيك قسمناها تذكرون بالكدني. ايضا الجول ستون او الحصوه المراره راح اقسمها ثلاث انواع على حسب مكونات الستون. اول نوع من انواع الستون هو البيور كوليسترول ستون، اي انه الستون المكونة من الكوليسترول بشكل كامل. شنو مواصفات هاي الستون؟ شو تكون؟ solitary oval pale yellow. اذا تكون هشة شكلها oval بيضوي، وتكون لونها دائما من البل الى اليلو. نجي على البل pigment stone. It is multiple plaque triangular shape is composed of pile pigment seen in chronic hemolytic anemia and malaria. يعني البيشنت اللي مصاب بالملاريا. اذا النوع الثاني من الجول بلادر ستون هو اللي يسمونه البايل بيجمنت ستون، يعني الحصى المتكونه من البايل بيجمنت. البايل بيجمنت هي من جايتنا؟ جايتنا من الميتابوليزم للهيموغلوبين. زين، هاي شو تكون مواصفاتها؟ تكون irregular غير منتظمة الشكل، عفوا اللون مالتها شو تكون؟ تكون بلاك. من هم الأشخاص الأكثر عرضة لل pale pigment stone؟ هم الأشخاص اللي مصابين بالهيموليتك أنيميا والأشخاص اللي الملاريا patient. نجي عندنا النوع الثالث هو mixed or laminated stone is composed of multiple manufactured cuts is laminar. النوع الثالث هو الأشخاص اللي تكون أو الحصى اللي تكون المكونات مالتها ميكس ما بين الكوليسترول وبين البيل بيجمنت. هنا شو تكون؟ راح تكون مالتيبل، عدة يعني موجودة عدة حصى تكون من أجي أقطع الشيء، أقطع واحدة من ذن الحصوات راح أشوف لامينر. شو معنى لامينر أو لامينيتد؟ تكون يعني مخططة. ليش؟ لأنها متكونة من عدة مكونات. تمام. نجي على risk factor for gallstone. Its genetic is predisposition of gallstone formation and increased incidence in American and Indian. Evidence with the age. And porn disorder is of bile acid metabolism. Estrogen or oral contraceptive pill is
due to excessive cholesterol secretion and defect in bile salt synthesis. إذا شنو هم الأشخاص اللي يزداد عندهم خطورة تكون الجولستون؟ أولا أن المنطقة تأثر، لذلك دائما تظهر الجولستون عند الأمريكان والهنود. العمر، كل ما ازداد عمر الشخص كل ما ازداد تكون الجولستون. أن بعض أنواع إذا عندي خلل بالبايل أسيد ميتابوليزم، خلل في البايل أسيد تكوينه والميتابوليزم مالته أيضا يساهم بتكوين الجولستون. الأوبيسيتي، كل ما ازداد الشخص سمنة كل ما ازداد الكوليسترول كونتين أوف ذا بايل. الجولبلادر هيمو عفوا هايبو موتيليتي ان بريجننسي رابيد ويت لوسيز سباينال كورد انجري. لذلك دول الاشخاص اللي مثل الحوامل اللي ينزل وزنه بشكل مفاجئ وسريع، اللي عنده انجري بالسباينال كورد، دول يكون اكثر عرضه او يصير عندهم هايبو موتيليتي للجول بلادر، وبالتالي راح تتكون الجولستون. عندنا الكيميكال للجولستون والبيشنت اللي يصاب بالجولستون اللي يسميها ال5F. اللي شنو ال5F؟ female 40 old fertility fatty and fluorescence. اللي دائما قلنا اولا ال5F شنو هن؟ اولا female بالاربعين من عمرها الفيرتيليتي ما تتقل، خصوبة ما تتقل. الفاتي يكون داير ما داير الابدومينال ريجن. زين، هاي كلها افضل او اكثر الاشخاص اللي معرضين للاصابه بالجلوستون هذول اللي يسموهم الفايف اف. نجي على الاكيوت كوليسيستايتس. وياي شباب لو نمتوا لوين؟ يا دكتور تمام. الاكيوت كوليسيستايتس، اكيوت calculus cholecystitis is mildly associated with colostone and may be completed by secondary bacterial infection. إذا أهم مسبب للcholecystitis أو التهاب المرارة، سامعين بيها التهاب المرارة، دائما الأشخاص اللي عنده colostone ما دام stone إذا هذا حيخرج التشو الداير ما دايره. الستون دائما يخرج التشو اللي داير ما دايره، لذلك أكثر الأشخاص اللي يكون عنده جولستون دائما يكون معرض للكوليسايتوسيس أي التهاب المرارة، إضافة إلى قد هاي الإنجري بيصير بسبب الجولستون يجي سكندري بكتيريال إنفكشن، إصابة بكتيرية وتؤدي إلى الكوليسايتوسيس. أكيوت كوليسايتوسيس why severe ill patient with stone after major severe trauma or car accident, war injury, porn, postpartum, atherosclerotic, and heart disease. إذن الأشخاص اللي دائما يصير عنده الكوليسيستايتس اللي مو سبب هالستون، أما بسبب الحرق، بسبب إنه صدمة، تروما على الجول بلادر، war injury، او سبب انه ما بعد البوست بارتم انه يقل مستوى تصنيع الاستروجين فيزداد الكوليسترول، البون حروق، الهارد ديزيز، كلها سبب انه كوليسيستاتس. نجي على الكرونيك كوليسيستاتس is arise because of repeated attack of acute cholecystitis or gradually with acute cholecystitis. اذا تكرار الإصابة أو تكرار الالتهاب الحاد للجول بلادر قد يؤدي لي إلى حدوث كرونيك كوليسيستايتس. إذن أو قد يحدث تدريجي، يعني شخص تدريجي يصير عنده كوليسيستايتس أو تدريجي يصير عنده كرونيك كوليسيستايتس without acute كوليسيستايتس. نجعل complication of acute and chronic cholecystitis is mucosa. إذن شنو الكومبليكيشن للكوليسيستايتس؟ هو انه بسبب الجولستون او اسميها الميوكوسيل. شنو معنى الميوكوسيل؟ الميوكوسيل هي عبارة عن ميوكوس محاطة مكونة للسيست. سببها شنو؟ سببها شنو؟ انه الستون راح تكون محاطة او مكونة لداخل السيستك
دكت وبكون السيست. هذا السيست راح يصير بي ديستنشن للجول بلادر وراح يتجمع السكريشن. هو شنو السكريشن مال الجول بلادر؟ هو البايل اسيد راح يتجمع داخل الجول بلادر. نجي على الامبينيوم. شنو مصطلح الامبينيوم؟ السكندري بكتيريال انفكشن اوف ميوكوسيل بلورنت كونتين. اذا شنو معنى الامبينيوم؟ عندنا مو مستعجلنا بالكرونيك كولسيستايتس راح يكون فد مركب اسمه الميوكوسيل اللي هو عبارة عن سيست من البايل اسيد محاط بالميوكوس. هنا هذا السيست راح يصاب ببكتيريا. من يصاب ببكتيريا راح نسميه الامبينيوم ascending cholangitis with sepsis. شنو معناه؟ due to obstruction of bile duct and secondary bacterial infection. اذا شنو سبب الكولانجايتيس؟ هو عندي صار obstruction بالبايل داكت. شنو سبب الobstruction؟ اما سبب التهاب، سبب ستون، سدت لي البايل داكت. هاي الانسداد بالبايل داكت راح يجي صاحبها اصابه بكتيريه. شو اسميه؟ اسميه الكولانجايتيس. تمام؟ نجي على الجول بلادر ريشن از وذ ديفيوجن اوف بيرتونايتس. انه هذا شنو معنى الجول بلادر ريشن؟ انه هذا الاصابه او هذا الالتهاب اللي صار بالجول بلادر راح ينتشر للبريتون. شو اسميه؟ اسميه الجول بلادر ريشن meaning that diffusion of جول بلادر to or contain of جول بلادر to بريتون and caused بيرتونايتس. Biliary enteric fistula is a drainage of bile into adjacent organ and gallstone induced intestinal obstruction. اذا البايلاري انتريك فاستولا انه يصير عندنا ثقب من الجول بلادر للانتستين. فتحه تصير غير طبيعيه بين الجول بلادر وبين الانتستين. هاي الفتحه ايش راح تخلي؟ راح تخلي كل مكونات الجول بلادر وين تجيني؟ تروح للانتستين. خاصة هاي المكونات إذا كانت ستون. فش راح تسوي لي؟ راح تسوي لي obstruction للانتستينال تراكت. إذا شو أسميها؟ أسميها biliary enteric fistula that causes induced intestinal obstruction. إضافة إلى الcomplication مال الأكيوت cholecystitis هي السيروسيس. قد يحدث سيروسيس للليفر or converted to carcinoma that caused gallbladder carcinoma. واضحة الكومبليكيشن مال الكوليسيستايسيس. الأول نوع من أنواع أو الديسوردر بالإندوكراين هو الجايتارمين. الجايتارمين ثايرويد انلارجمنت it is most common manifested by thyroid disease. إذن كل انتفاخ هسه راح نجي ناخذ أقسام للانلارجمنت بالثايرويد. بس كل انتفاخ بالثايرويد جلاند أسميه جايتار disease. كل انتفاخ، لذلك هذا اعتبره عرض من اعراض مثل مثلا اذا تكون جوندكس هو عرض من اعراض امراض الليفر. الجويتر هو انتفاخ الثايرويد جلاند. عندنا مصطلح الهايبر ثايرويدزم is described condition associated with excessive releases of thyroid hormone. اذا شنو معنى الهايبر ثايرويدزم؟ هو زياده افراز الثايرويد هرمون. تمام؟ سواء انا الثايرويد T3 or T4. تمام؟ نجي على المصطلح الآخر هو الثايروتوكسيك. الثايروتوكسيك is a hyper metabolic status due to elevated circulation of T3 and T4. It is most common due to elevated in thyroid due to primary hyperactivity of thyroid. إذا شنو معنى الثايروتوكسيك؟ هو زيادة الميتابوليك ريت بسبب زيادة مستوى هرمون الثايرويد اللي هو T3 والT4. زين، هاي سبب زيادة شنو سببها؟ دائما بسبب زيادة مستوى الهايبر ثايرويد. نجي على الكوسز اللي يسبب لنا زيادة ثايروتوكسيك. أولا ثايروتوكسيك بليجيا أو ثايرويد بليجيا that occur in a grave disease of case hyperfunctional or multinodular goiter hyperfunctional of thyroid adenoma.
إذا شنو أسباب الثايرويد توكسيك؟ هو أما جراف ديزيز. الجراف ديزيز هو زيادة مستوى الثايرويد جلاند أو كبر حجم الثايرويد جلاند، أو زيادة النوديول فانكشنال نوديول، من يزداد حجمه أو مالتيبل نوديول راح يؤدي إلى زيادة إفراز ثايرويد هرمون. السبب الآخر هو الثايرويد فانكشنال ثايرويد أدينوما، أنه حدوث سرطان بالثايرويد جلاند أيضا يؤدي إلى زيادة إفراز تي 3 وتي 4. السكندري كوزز للثايروتوكسيك هو البيوتيكاري أدينوما، بعد أيضا اكسسيف اكستروجينس ثايرويد هرمون، أنه شخص ياخذ علاج ثايرويد هرمون ايضا يسوي سكندري كوزز اوف ثايروتوكسيك، اضافه الى الثايرويد انفلاماتوري ديزيز ايضا يزود لي الثايروتوكسيك. الكلينيكال مانيفستيشن هي الكونستويشن سيبتم، اللي شنو الكونستويشن سيبتم؟ هي السوفت التشو يكون او السكين يكون سوفت وورم فلاشت سكين، إضافة إلى heart intolerance, excessive sweating, weight losses, increased appetite, and increased symptomatic activity of hypometabolism. إذا شنو علامات السريرية أو ال constituation symptom للثيروتوكسيك أو زيادة مستوى الهرمون T3 و T4؟ أولا يكون الورم، دائما الشخص يكون يقول حارة، دائما يكون عنده يكون الويت مالته دائما، يعني ايش ما ياكل يشوف وزنه ضعيف، زين ايش ما ياكل الشخص يشوف وزنه ضعيف، دائما الشخص في حاله سويتينج التعرق مالته اكثر من اللازم، الابتيت مالته الشهيه تكون جدا عاليه، هذا كله علامات من علامات الهايبر ميتابوليزم اللي يحدثها التي 4 والتي 3. علامات الجاسترو انتستاينال سيبتم هي دائما يكون هايبر موتيليتي مال ابزوربشن عند دياريا، اذا الشخص ايش قد ما ياكل دائما يكون الامتصاصيه مالته رديئه، صح نشوفه ياكل هواي والابتيت مالته عاليه لكن امتصاصيه المواد تكون رديئه، دياريا دائما تكون دياريا. شنو سبب الدياريا؟ لان الجاسترو انتستاينال تراكت صار فيها هايبر موتوريتي، حركتها تكون سريعه اكثر من اللازم، لذلك دائما يصاحبها الدياريا. نجي اعراض الثايروتوكسيك على الكاردييك، انه يصير عنده بالبيشن تكيكارديا اند الدري هارت فيلر، اذا دائما الشخص اللي يصير عنده شو نقول قلبه يقوم يركض، نبضاته تكون سريعه تمام، هذا ودائما يؤدي هاي الحاله الى الكاردييك فيلر. نجي اعراض النيورو ماسكولار، اعراضه على جهاز السكريتال سيستم اللي هي نيورو ماسكولار سيستم، راح تكون نيرفنس ترومر اند اريتابيلتي بروكسيمال مسل ويكنس، اذا عضلاته راح تكون ضعيفه، النيرف مالته يكون رجفه، يقول ايده بها عندها رعشه، زين هذا التريمر اللي يصير بالنيرف على العيون مالته. الشخص الاشخاص اللي عنده ثايروتوكسيك شو نقول دائما؟ شو تكون عينه؟ مو تقول عينه جاحظه لبرا، مو هيك نعرف. اذا الاوكيولار مانيفستيشن از وايد اند سترينج جوز اند ليد ليك، ان تكون عيونه جاحظه وجفونه تكون مرتفعه. نجي على الجراف ديزيز، نوع من انواع الثايروتوكسيك. الجراف ديزيز نجي نشوف اسبابها وشنو الايتيولوجي مالته. Is the most common causes of endogenous thyroidism is characterized by triad of thyrotoxins, that ophthalopathy and dermopathy. إذا Graves' disease هو أكثر أنواع الثيروتوكسيك شيوعا. Graves' disease دائما يصاحبه إلى يصاحب الأوثروباثي، أي اعتلال بالعين واعتلال بالجلد. نجي خلينا نشوف الباثوجينيسيس للGraves' disease. Graves' disease is autoimmune disorder caused by autoantibody to TSH receptor that mimic TSH action and activated of TSH receptor on thyroid epithelial cell. The thyroid in Graves' disease is characterized by diffusion, hyperatrophy, and hyperplasia of follicle
and lymphoid infiltrate. الجراف ديزيز ايش راح يصير؟ التي سيل زين راح تسوي اوتو انتي بودي المن للريسبتر اللي موجود على الثايرويد جلاند. احنا مثل ما نعرف ان التي اس اتش ينفرز من البيوتيتري جلاند. الاوتوميون بالجراف ديزيز ايش راح يسوي؟ راح يسوي اوتو انتي بودي، يعني التي سيل راح تنتج اوتو انتي بودي او انتي بودي يشابه التي اس اتش، نفس عمل التي اس اتش، يجي يرتبط بالريسبتر مال الثايرويد، نفس عمل التي اس اتش. يسوي يزود عمل الثايرويد جلاند ويزود انتاج التي 3 والتي 4 ويزود البروليفريشن للخلايا مال الثايرويد جلاند. الجراف ديزيز راح كاركترايز باي ديفيوجن هايبر اتروفي والهايبر بليجيا، لان هو راح يزود يخلي الخلايا مال الثايرويد جلاند تصير بيها هايبر بليجيا، تقوم تتكاثر وتنقسم اكثر من اللازم، لان عملها نفس عمل التي اس اتش، هاي الاوتو انتي بودي. فلذلك الفوليكل راح يزداد، راح يصير بيه هايبر بليجيا، وبالتالي راح نشوف انفلتريشن لللمفوسايت على الثايرويد جلاند. زين اللابراتوري فيجر از رايزز ذا سيرم اوف تي 3 اند تي 4 اند ديكريز سيرم اوف تي اس، ينخفض انتاج التي 3 والتي 4، يعني يصيرن غير كافيات لحاجه الجسم. زين ات از كوزد باي اني ستراكشر اور فانكشن دي ارنجمنت with interfere with adequate thyroid hormone production. اذا شو وقت يصير الهايبوثايرويد؟ الهايبوثايرويدزم عندما يصير خلل سواء بالستراكشر مال الثايرويد جلاند او بالوظيفه مال الثايرويد جلاند، وتؤدي الى قله انتاج الثايرويد هرمون. الرير ديفلوبمنت اوف ابنورماليتي اوف ثايرويد ديسجينيسيس، اولا انه خلل بعمليه التنسج اللي صارت بالثايرويد جلاند، اي انه اكو خلل بكميه النسيج الموجود بالثايرويد جلاند. العامل الاخر هو congenital biosynthesis او اسميه this hormone goit، اي خلل بعمليه انتاج الثايرويد جلاند، عفوا الثايرويد هرمون. السبب الثالث هو السيرجري، الراديشن ايود ثيرابي، external radiation، انه اي radiation راح يخلي لي خلل بعمل الثايرويد جلاند او يقلل العمل مال الثايرويد جلاند، او بسبب جراحه خاطئه سبب لي انه يستأصل قسم من الثايرويد تشو. الايود الراديو ايودين اللي دائما يستخدم لعلاج الهايبر ثايرويدزم، هذا الراديو ايودين دائما يسوي لنا خلل او يسوي لنا ديبريشن للنمو مال الثايرويد جلاند. الهاشما ثايرويداتس. السبب السادس هو الايودين ديفيشنسي، انه اكو خلل او نقص بمستوى الايود بالدم. هذا النقص بمستوى اليود بالدم راح يؤدي لي الى نقص تكوين الثايرويد هرمون. شو العلاقه اليود؟ اذا هو المكون الأساسي، اليود هو المكون الأساسي للتي 3 والتي 4. بعض الدرجات أيضا تؤدي إلى قلة إنتاج الثيروكسين، مثل عندنا الأيوديز، الليثيوم، البيتا أمينو سلسلات أسيد، كل هذا يؤدي إلى قلة إنتاج. نجي على السكندري، هاي كلها حكيناها البرايمري. نجي على السكندري هايبوثيروزيم سببها أما بيوتيتري فيلر أو هايبوثلامك فيلر. إذا أما سبب البيتري السكندري، أما خلل بالبيتري جلاند، وشرحنا شنو علاقة البيتري جلاند بالثايرويد، أو الهايبوثلامس، ندري إحنا الهايبوثلامس شنو علاقته بالبيتري، هو الهايبوثلامس هو يعاز البيتري حتى تسوي برودكشن وسكريشن للتي اس اتش. الهايبوثلامس راح يؤدي إلى خلل بالثايرويد جلاند. نجي على الكلينيكال مانيفستيشن فور هايبوثايرويدزم. أول نجي للكلينيكال مانيفستيشن للهايبوثايرويدزم is referred to thyroid developed to infancy or early childhood. Endemic thyroidism is associated with dietary iod deficiency and goiter. Sporadic thyroidism is enzyme defect of interfere with thyroid hormone
synthesis. manifestation للعلامات السريرية للهايبوثايرويزم هو central nervous system including impaired development of skeletal and CNS. إذا راح يصير عندي امباير بعمل السكيلتال سيستم اللي هي من السكيلتال سيستم سواء السي ان اس او المصل. زين المينتال ريليشن خلل بالقدرات العقليه مال هذا الشخص. شورت ساتوريشن انه الشخص بساعة يشبع بساعة يصير عنده اشباع. امبوليكال هيرنيا الهرن السره راح يصير بيها هيرنيا. شنو يعني هيرنيا؟ واضح. كروس فيكال فيجر انه معالم هذا الشخص تكون خشنه المعالم مالته مال الوجه مالته انكلودينج وايت اي لارج بروترودينج اوف تونج التونج اللسان راح يكون بروترودينج تونج. واضح. ادلت هايبر ثايرويدزم از اسوشيتد وذ سويلينج اوف فيزيكال اند مينتال اكتيفيتي فيتيجو كولد intolerance and pathy, reduced sweating, conception, pre-orbital edema. إضافة skin or facial is cross-thinning, cardiomegalia, congestion heart failure, precardial effusion, and higher losses, accumulation of mucopolysaccharide rich with a ground that substance in dermis that causes is mixed dermis. إذن شنو العلامات أيضا السريرية على الهايبوديرما أو الهايبوثيرويدزم؟ هو أولا إنه المينتال أكتيفيتي راح تتأثر، القدرات العقلية، الفيزيكال أكتيفيتي أو الحركة مالته راح تتأثر، دائما راح يحس إنه فيتيجو تعبان، كولد دائما بارد أو أطرافه باردة. أيضا راح يؤدي إلى زيادة قلة السويتينج، قلة التعرق، دائما يصير عنده إمساك. البري اوربيتال اوديما هاي منطقه المحجر العين دائما تكون منتفخه يسموها اوديما تصير بالبري اوربيتال. شعر يكون خشن، السكين خشن، اضافه الى حدوث كونجستشن هارت فيلر قد يؤدي الى حدوث البريكارديال فيوجن. في بعض الاحيان الشعر مالته البيشنت وذ هايبوثايرويدزم زين تجمع على السكين او طبقات السكين يسموها طبقه الميوكو بوليساكرايد ريتش سبستانس. هاي الطبقه راح تؤدي الى حدوث الميكس ديرما. على الكوشن سيندروم هسه من الساحه حكينا بما يتعلق بالديس اوردر للثايرويد جلاند. نجي ندخل على الكوشن سيندروم. الكوشن سيندروم از ديس اوردر ان جلوكوكورتيكويز. من هو اللي يفرز الجلوكوكورتيكويز؟ هو الادرينال جلاند. إذا الكوشن سيندروم يتعلق بالأدرينال جلاند أو disorder in adrenal gland. نجي causes of hyper glucocorticoids or Cushing syndrome is administration of exogenous glucocorticoids. إنه أشخاص ينطيهم exogenous ذني أدوية الكورتيزونات ذني كلهم يعتبرن exogenous glucocorticoids. إذا من أسباب الكوشن سيندروم هو الإكسوجينوس glucocorticoids. الهايبوثالامك بيوتري ديس اوردر اسوشيتد وذ اي سي تي اتش هايبر سكريشن. اذا اي خلل في افراز البيوتري جلاند عفوا اللي يزود انتاج الادرينال كورتيكال ثرويد هرمون يؤدي الى هايبر سكريشن وبالتالي يؤدي الى الكوشن سيندروم. الكورتيزول هايبر سكريشن باي ادرينال جلاند due to adrenal adenoma انه زيادة الادينوما للادرينال جلاند. هذا يؤدي لي الى حدوث هايبربليجيا للادرينال جلاند وبالتالي راح يؤدي لي الى زيادة افراز الكورتيزون. اكتوبيك اي سي تي اتش انه اشخاص اللي ينطى الاي سي تي اتش بشكل صناعي هذا يؤدي الى زيادة افراز الجلوكوكورتيكويدز. الجلوكوكورتيكويز والكورتيزون يعني قصدي أدوية الكورتيزون. نجي على الكاركتيرستيك اوف كوشن سيندروم. نمبر 1 أديبوس تيشو ريديستريبيوشن باي سنترال اوبيسيتي عفوا اند مون فيس اند اكيوميليشن اوف بوستيريور نيك اند باك ذات كيلد بافيلو هامب.
اضافه الى انه شو يصير عنده؟ يصير عنده تجمع للدهون. وين يصير؟ يصير ريدستربيوشن للليبيد. وين يتجمع الادبوس تشو؟ داير ما داير البطن، او داير ما داير المنطقه الابدومينال ريجن اللي اسميها اوبيسيتي، سنترال اوبيسيتي عفوا. اضافه الى انه راح تكون عنده اكيوميليشن للفات. وين يصير عنده؟ بالبوستيريور باك، مثل الحدبه تتكون له بالضبط، مثل الحدبه. يحدب الشخص اللي عنده كوشن سيندروم، يحدب الاشخاص اللي من اضرار الديكسين والبيتاميثازون اللي ياخذوه، من اضرارها انه يتكون عنده فات بالبوستيريور ان باك، منطقه اعلى الظهر مالته، ويتكون له مثل الحدبه اللي تسميها البافيلو هام. العلامات السريرية أيضا decreased muscle mass، المسل mass راح تقل، and proximal muscle weakness atrophy of type 2 fasting which microfiber، إنه راح يصير قلة بحجم المسل mass. شنو سببها؟ إنه قلة حجم المسل weakness بالمسل، إضافة إلى إنه الفايبر مال المسل راح يقل عددها. سكندري دايبيتس، انه الكوشن سيندروم راح يسبب السكندري دايبيتس. ليش؟ لان الكوشن سيندروم يعني زياده الكورتيزون، من يزداد الكورتيزون تزداد الجلوكوز بالدم. اذا يعتبر من ضمن السكندري دايبيتس هو الكوشن سيندروم، اللي راح يسوي لنا هايبر جلايسيميا. من صار عندي هايبر جلايسيميا راح يصير عندي جلوكوز يوريا، بوليدبيجيا، كورتيزون انديوز جلوكونيوجينيسيس اند انهبيتد اوف جلوكوز ابتيك. اذا راح يزداد عندي الجلوكوز، زيادة الجلوكوز راح تؤدي لي الى الجلوكوز يوريا، راح يصير عندي جلوكوز انديوسز جلوكونيوجينيسيس، انه هاي عمليه الجلوكونيوجينيسيس اكيد خدتوها بالبايوكيمستري، راح يسببها بسبب الكورتيزول، اضافه الى راح يسوي لي انهبيشن للجلوكوز ابتيك باي ذا سيل، يعني الخلايا ما راح تستخدم كميه كافيه من الجلوكوز، لذلك الجلوكوز راح يكون محصور وين؟ بالبلاستريم. زين، ايضا من علامات الكوشن سيندروم هو بور وون هيلينج، انه بما انه صار عنده هايبر جلايسيميا، اذا طبيعي راح الشفاء مال الجرح مالته راح يكون بطيء، اسميه بور وون هيلينج. اضافه الى انه الابدومينال ستريت راح يصير فيها كاتابوليزم للكولاجين، فراح يصير عندي تشققات اللي يصير بالبطن. زين، شايفين هاي التشققات اللي يصير لونها بنفسجي، او الجلد يصير متمزق، يصير له ستريت مخطط الجلد يصير، هذا بسبب انه دايجستشن للكولاجين اللي مكون للسكن. انكريز ريسك اوف فيجر، انه راح الشخص بما انه صار عنده هايبرجلايسيميا، صار عنده زيادة بمستوى ال H هيدروجين، راح يزداد البوتاسيوم، وبالتالي راح يؤدي إلى زيادة البون ريابزوربشن، وبالتالي يكون عنده هشاشة عظام أو الأستروبروسيس. increase risk of infection، يعني بما أنه الهيلينج راح يكون بطيء، فراح تزداد عملية الانفكشن. زين، إضافة إلى أنه راح يسوي لنا الاميون سفرجين، الكورتيزون هو من أهم الدرجات اللي تستخدم كميون سفرجين، انه تقلل الاستجابات المناعيه، لذلك اغلب الحالات الاسمه، الحالات اللي عندها كرونيك برونكايتيس يعطي كورتيزون، بس الكورتيزون ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك ميون سفرجين، فراح يضبط المناعه مالت الشخص. تمام، منستر ابنورماليتي، انه يصير عدم انتظام بالدوره بالنسبه للومن. المينتال ديستربنس، انه القدرات العقليه لهذا الشخص ايضا راح يصير بيها ديفكت، وبالتالي راح يسوي حاله اسمها الفرانك سايكوسيس، او حاله من الفرانك سايكوسيس اللي هي سايكولوجي ستيت. اذا هسه عندنا الكونجنيتال ادرينال هايبربليجيا، نوع ثاني هو الكونجنيتال ادرينال هايبربليجيا، اي تشوهات خلقيه يسبب زياده بمستوى الادرينال. It consists of a group of autosomal recessive disorder characterized by defect in steroid biosynthesis. Usually, cortisol, that most common subtype, causes deficiency in enzyme 12-hydroxylase. Reduction in cortisol production causes compensatory increase in ACTH secretion that turns stimulate of androgen reduction. إذا هذا النوع من الأمراض أو الكونجنيتال راح يصير عند المريض
autosomal recessive disorder اللي يسبب خلل بالجين رقم 21 اللي هو يساهم في تصنيع انزيم. ايضا راح نشوف انه reduction بالكورتيزول production. اذا شنو العلامات السريريه اللي يصير عند congenital adrenal hyperplasia؟ هو اولا انه شلون نحن نقول انه المراه يصير عندها شعر زايد، عضلاتها تكون تنمو بشكل مو طبيعي، شو نسميه احنا مستعبرنا ما اعرف، يسموها فيرلايزنج افكت للومن، بالنسبه للومن المصل مالتها تكون كبيره، شعر وجهها يكون اكثر من اللازم. زين، اما بالنسبه للميل فراح تكون البيوبرتي مالته تكون سريعه. زين، اضافه الى انه من العلامات السريريه انه هذا الشخص راح يصير عنده هايبوتنشن، انخفاض ضغط الدم، ودائما تكون الكونجنتال ادرينال هايبربليجيا تكون بطرفي الادرينال جلاند اللي موجوده على كلا الكليتين. نجي على الادرينو كورتيكال انسفيشنسي، اي هسه من الساعه كلنا نحكي على زياده افراز الكورتيزون، هسه نجي نحكي على انخفاض مستوى الكورتيزون اور ادرينال كورتيكال انسفيشنسي. انسفيشنسي كان اكر ثرو ذات ايل اكيوت اور كرونيك برايمري لوسز اوف ادرينال فانكشن ثرو سكندري كوزز. اذا سبب انخفاض مستوى افراز الكورتيزون هو بسبب قله وظيفه الادرينال جلاند او بسبب اسباب ثانويه اللي هي مثل عند البيتيتري جلاند يقل افراز الاي سي تي اتش. البرايمري اكيوت ادرينو كورتيكال انسفيشنسي اكر ديو تو سدن انكريز اوف جلوكوكورتيكويدز ريكرومنت ان بيشنت وذ كرونيك انسفيشنسي. اولا سدن انكريز ان جلوكوكورتيكويدز ريكرومنت اون ذا بيشنت اوف كرونيك انسفيشنسي رابيد ويذدرو اوف ستيرويد بيشنت وذ ادرينال سبراجر سكندري تو لونج تيرم اوف جلوكوكورتيكويد ثيرابي، انه فجاه اعطي علاج عالي او فجاه اسحب منه العلاج من جسمه. مسف ادرينال هيموريج، انه اكو هيموريج بالادرينال جلاند وبالتالي وقف عمل الادرينال جلاند نيونيتال ادرينال هيموريج باي سيرجيكال بوست سيرجيكال اور انترفينوس كواجوليشن. نجي على البرايمري كرونيك ادرينال انسفيشنسي اللي هو اسمه الاديسون ديزيز. الاديسون ديزيز عكس الكوشن سيندروم، الكوشن سيندروم تعني زياده مستوى الكورتيزون، هنا الاديسون ديزيز قله مستوى الكورتيزون. كونديشن اسوشيتد وذ ديستركشن اوف لاست 90% اوف ادرينال كورتكس ذات كوزز انكلود اوتوميون انفكشن بروسيس ميتاستاتيك نيوبليجيا اند رير جينيتك ديزوردر. اذا شنو اسباب الاديسون ديزيز اما اوتوميون خلايا الليمفوسايت ديستركشن الادرينال جلاند انفكشن سويت لك صار عندك سيستميك انفكشن سويت لك ديستركشن للادرينال جلاند ميتاستاتيك نيوبليجيا او صار عندي كانسر وخلى الخلايا انفكشن تمام. بعض الاحيان او الحالات النادره هي الجينيتيك ديس اوردر. نجي على الكلينيكال سيندروم للاديسون ديزيز، ويكنس فيتيكيو انيروبسيا هايبركاليميا هايبوناتريام هايبوتنشن مينرال كورتيكويد انسفيشنسي كوتينيوس اوف هايبربيجمنتيشن. اذا شنو العلامات؟ ضعف ضعف عام، ويكنس للعضلات، انيروبسيا الانسجه ما توصل لها اكسجين كافي، دائما يصير عنده هايبر كالينيا ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض مستوى الصوديوم، انخفاض ضغط الدم. مينرال كورتيكويد انسفيشنسي دائما شو يصير عنده الجلد مالته يكون متصبغ، يصير هايبر بيجمنتيشن يعني يصير لونه مائل للسواد، الميلانين بالسكن يزداد. اكيود ستريس ايضا سبب من اسباب او عفوا من اعراض انه يصير عنده اكيود ستريس المريض اللي عنده ادسون ديزيز that can participate in acute adrenal recesses and rapid progressive of death unless to corticosteroid therapy supplement. زين، secondary adrenal insufficiency شنو الأسباب الثانوية للadrenal corticosteroid insufficiency؟ هو occur when is hypothalamic disorder, pituitary disorder like tumor, infarction, infection. إذا عندي صار عندي infection أو infarction بالدماغ
خاصة إذا كان بالهايبوثلاموس والبيتريجلاند، هذا راح يؤدي إلى حدوث secondary adrenal cortical insufficiency that rise by absence of hyperpigmentation. يعني شنو شلون أميز secondary adrenal insufficiency عن primary؟ أول absence hyperpigmentation near normal aldosterone level that product in large independent of ACTH. تمام؟ إذا شنو مميز السكندري عن البرايمري؟ الأدرينال انسفيشنسي، إنه أولاً ماكو فرط تصبغ اللي يصير بالبرايمري، إضافة إلى إنه الألدستيرون راح يظل ينتج بشكل طبيعي مثل ما هناك بالبرايمري. الحالة الأخيرة هي الفينوكروموسايتوما is rarely uncommon tumor in adrenal medulla composed of chromaffin cells that the tumor produced of catecholamine and typical present with hypertension. They are therefore two significant credible causes of high blood pressure. إذن السيتو أو الفينوسيتوكروم هو عبارة عن تيومر يحدث بالمدولة، المدولة اللي موجودة بالأدرينال جلاند. المدولة هي المسؤولة عن إفراز الكرومافين أو اللي تحتوي على الكرومافين سيل، المسؤولة عن إفراز الكاتيكولامين. هم الأدرينالين والنور أدرينالين، مو الإبنفرين والنور إبنفرين، مجتمعات يسمون الكاتيكولامين هرمون. هو عبارة عن تيومر بالمدولة، إذا زيادة إفراز الكاتيكولامين، من يزداد إفراز الكاتيكولامين هم شنو فعل الكاتيكولامين؟ هو يزود البلد برجر. لذلك من ضمن الكاركترستيك للبيشنت اللي مصاب بالفينو سايتوكروم هو ارتفاع ضغط الدم.